بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعداء بهذه الإطلالة من خلال هذه الجريدة المتميزة، جريدة أصوات، على المواطنين والمواطنات في هذا اليوم المبارك من أيام رجب، وأيضا في هذه المناسبة الطيبة التي هي اليوم العالمي للمرأة. نرحب بالمرأة أختان وأمان وبنتان، ونرحب بها أيضا زميلة في العمل التحقت بنا المرأة العدل لتؤسس لهذه المهنة العريقة، لتزيدها بهجة وتزيدها أصالة. فالمرأة شقيقة الرجل وشقيقة العدل في كل شيء. فمرحبا بكنا أخواتي الكريمات، ومرحبا بنا جميعا لدى المشاهد المغربي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. بدوري أحيي المرأة الأم، المرأة الزوجة، والمرأة الأخت، والمرأة البنت، وكذلك المرأة العدل الموثقة. فمرحبا بها في هيئتها، ونتمنى أن نكون منصفين في حقها. السؤال المطروح الأستاذ سعد هو أنه يتداول وسط عموم المواطنين بأن اختصاص العدل منحصر في عقود الزواج والطلاق والإرثة. ما هو جوابكم؟ من عجيب الأمور أن سبحان الله واحد النكتة عجيبة. في أحد الأيام أحدهم جاء ليوثق عقد زواج، أراد أن يوثق عقد عقار محفظ، أخذ يسأل هل نحن أصحاب الاختصاص. فقلت له شكون اللي عندك أغلى، واش المرأة ولا الدار؟ فقال بتلقائية بطبيعة الحال المرأة. فقلت كيف تستأمننا على عقد زواجك مع زوجك ولا تستأمننا على عقد عقار فان؟ ففهم الرسالة وعلم أن اختصاص الموثق والموثقة هو أوسع بكثير من هذا الذي يروج له العادل، هو ذاك الرجل النمطي بالجليلبة والطربوش والزواني، هذا منظر جميل. لكن أن يبقى رهين بالمهنة، مهنة التي تطورت قانونيا، التي تطورت من خلال مجموعة من القوانين المنظمة وعلى رأسها القانون 603 على ما فيه من عيوب، التي لنا معارك في مع الوزارة ومع المشرع في الرجوع عن مجموعة من القوانين ومجموعة من المقتضيات، لكن مع ما فيه من عيوب إلا أنه أسس لهذه المهنة مهنة التوثيق العدلي. والعدل كما سيأتي من خلال مناقشة الإخوة والأخوات هو يوثق لأكثر من عقد واحد، يوثق لجميع العقود على اختلاف أشكالها وألوانها، بدءا بالعقار المحفظ وغير المحفظ وفي طرد التحفيظ، وأيضا كل ما تعلق بالأسرة، وننتهي بالزواج الذي هو أفضل عقد على الوجود، لأنه يجمع بين رجل وامرأة على وجه الدوام. نسأل الله تعالى أن يحفظ جميع أزواجنا وإخواننا وأخواتنا. السؤال الثاني موجه للأخت العدل، ما هي الإكراهات التي واجهت المرأة العدل الموثقة بمزاولتها وولوجها للمهنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدء أشكر إذاعة أصوات على هذه الالتفاتة الجميلة منها في اليوم، في يومنا العالمي الذي هو يوم 8 مارس عيد المرأة. البداية أشكر جميع الأطر الإذاعة والأساتذة الأجلاء، الأستاذ الحمامسي، الأستاذ مؤدب، الأستاذ الشرقاوي، الأستاذة فاطمة زهرة. بالنسبة للسؤال المؤدب، هو سؤال عميق جدا،
هي الحمد لله بالنسبة للمجتمع لاحظنا بأنك تقبل ولوج المرأة الحمد لله. كي المكاتب ديالنا فاش فتحنا المكاتب ديالنا الحمد لله كنلاحظوا بأن الإقبال كاين وخا كاين بسيط انما كاين الحمد لله المجتمع تقبله، ولكن كاين هناك اكراهات قانونيه بالدرجه الاولى، لان حنايا من بعد ما قضينا سنتين تقريبا في التكوين في المعهد العام والمؤسسات المرتبطه بذلك منها محكمه قضاء الاسره، المؤسسات المحافظة العقارية، دار الضرائب إلى غير ذلك. لاحظنا من بعد ما ولجنا الميدان العملي لقينا بأن لم يتم إنصاف المرأة. علاش؟ لأن أولا كنا حنايا متطلعون إلى تغيير بعض القانون، لأن القانون ديال 16 القانون ديالنا 16.03 هو خرج لواحد الفئه ديال الذكور ينقلوا هكذا بهذا المسمى كان الذكوري، ولكن حنايا كنا كنطلعوا بانه غادي يخرج قانون اللي غادي ياسس للمراه العدل، غادي تكون الكيفيه ديال العمل ديالها، غادي يراعي فيها الظروف ديالها، يراعي فيها بزاف المسائل اللي ليها خاصه، لان باش غادي نتحدثوا حنايا على قانون اللي هو قانون خاص بالذكور جات المراه هنايا لان الرعايه المولويه فاش 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 اذن بان الدخول للمراه الى خطه العداله ما جاش هكذاك هباء منثورا كما كنقول هكذا، ولكن كان خصنا يكون عندنا واحد القانون اللي ينصفنا اللي اسسنا الارضيه باش نمارسوا حنا العمل ديالنا. بالنسبه للاكراهات الواقعيه كان هناك اكراهات واقعيه نقول منها بان الاعلام، صراحه الاعلام واخا كنشكركم نتوما اذاعات اصوات على هذه الالتفاته، ولكن حتى الاعلام كان قليل صراحه، لان باش يبين دور هذه المراه هذه شنو كدير هذه المراه هذه المرأة العدل، واش عندها الاختصاصات ديالها فحالها فحال الرجل ولا اختصاصات ديالها مغايرة للرجل، في حين بأن المرأة هنا من خص من هذا المنبر هنا كنبين بأن المرأة العدل هي المرأة العدل كتقوم جميع العقود سواء منها العقارات المحفظة والغير محفظة، كتقوم بالعقود الأسرية من زواج طلاق إلى غير ذلك، كتقوم بالعقود المختلفة، كتقوم بالتركات إلى غير ذلك. شكرا على كنتمنى بأنني نكون وصلت واخا واحد الجزء بسيط من الإكراهات والمعاناة اللي كتعيشها المرأة، ولكن ما كنقولوش بأن هو كلها إكراهات، يعني الحمد لله كاين جوانب إيجابية فعلا في المهنة، ولكن خصنا إن شاء الله احنا مازال التطلعات ديالنا، لأن احنا قلنا كما قلت أنا في البداية فاش ولجنا للمهنة كان عندنا تطلعات كبيرة بزاف، لأن هذه المرأة هذه هذه المرأة العدل موثقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدوري أتوجه لكم بالشكر على هذه الإطلالة وهذه الالتفاتة ديالكم بإذاعة أصوات، ولكي أزكي قول الأستاذة عائشة البار، بالفعل من ناحية إذا سألتم هل المواطن تقبل ولوج المرأة لهذا الميدان، أقول بأن بحسب تجربتي البسيطة أنا المواطن فخور جدا بانتماء المرأة لمهنة التوثيق العدلي، هذه بحسب الحوارات ديالي اليوميه اللي كتكون مع المرأة عندما يدرك لاول مره ان المرأة وجدت هذا الميدان فإنه يكون يتجاوب ويكون سعيد جدا بولوج هذا الميدان بولوج المرأة لهذا الميدان. لكن كما قالت أستاذة عائشة الإكراهات التي واجهت المرأة هناك إكراهات قانونية إدارية واقعية اقتصادية، بالإضافة إلى كما تحدثت الأستاذة عن قانون 16.03 الذي لم يعرف بعد تعديل، أن المواطن هو فخور بانتماء المرأة لهذا الميدان هذا، بالفعل وثقنا عقود زواج كان تقبل عادي، لم يكن هناك رأي مخالف أو مفاجئ أو عادي، كان بالعكس سعداء بتوثيق المرأة لهذا العقد الزواج.
هي كما اشرت سابقا بان التغطيه الاعلاميه اللي غادي تبين الدور ديال المراه بانها كتقوم بهذه العقود كامله هي اللي كانت شي شويه ما كايناش نقولوا على ارض الواقع، ولكن الحمد لله يعني الطبقه المثقفه الحمد لله تقبلتنا والحمد لله حنايا برمنا العقود ديال الزواج وما كان حتى اشكال. بالعكس. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. كنرحبوا بجريده اصوات اللي حضرت معنا وهذه الالتفاته ديالها، نتمنى لجميع الطاقم ديالها واحد التوفيق. بالنسبه لما كليش نطول في هذا يعني الديباج، الحمد لله الاخوان كلهم تحدثوا في هذا البدايه ديال المهنه والارتباطات ديالها. السؤال ديالي موجه للاستاذ سعد الحمامصي حول يعني بعض الاشكالات اللي كتعترض العدل اثناء المزاوله ديال المهنه ديالو، واش كيفاش كيتلاقى مع المواطن، كيفاش كيحل المشاكل، كيفاش واحد المجموعه من الاشكالات اللي كتطرح. نتحبذ لو كان الاستاذ يجاوبنا على هذا الاشكال. واحد السؤال كاريكاتوري دائما تيتطرح، واش المواطن تقبل ان المراه تكسب عقد الزواج؟ وانا اتساءل حينما ولجت هذا مهنة التوثيق العدلي، واش كان المقصود فقط ان توثق لعقود الزواج؟ هل مهنة العدل الموثق مقتصرة على عقود الزواج رغم قداسة عقود الزواج؟ لذلك انا اقول دائما الى بقى الامر منوط فقط بعقود الزواج هذا امر سهل جدا، لكن ماذا اعددنا للمرأة بعد دخولها لمهنة التوثيق العدلي؟ ماذا أعدت الوزارة، ماذا أعد المشرع المغربي للمرأة بمناسبة ولوجها لمهنة التوثيق العدلي؟ ليس السؤال كيف ومتى ولما، ولكن السؤال هو ماذا أعددنا لها؟ كان المفروض أن المشرع يغير هذا القانون الذي فيه مجموعة من الثغرات القانونية التي قد لا تسعف المرأة من المخيل الثقافي المغربي أن تلج لهذه المهنة ببساطة. ولولا حذاقة الأخوات ولولا تفننهم في هذا التوثيق ولولا هذه المدة الكبيرة التي قضيناها في المعهد العالي للقضاء، في مكاتب السادة العدول، في المحافظات العقارية، في إدارة الضرائب، في إدارة السجل وغيرها من الإدارات، لما استطعنا أن يلجنا هذه المهنة ببساطة، لكن أبدينا عن كعب عال في التوثيق العدلي وأصبحنا يوثقنا جميع المعاملات، وكما أؤكد دائما بدءا بالعقار المحفظ وغير المحفظ وغيره. حينما نقارن عقد الزواج على بساطة أركانه مع عقود الشركات وعقود بيع الأصول التجارية وغيرها، فعقد الزواج هو عقد بسيط، بسيط من حيث التركيبة دياله، من حيث القوانين التي تؤطره. وبالتالي من استطاع أن يوثق لعقارات من حجم الشركات وغيرها فأيسر له أن يوثق عقد الزواج، وبالتالي لا مشاحة في هذا الأمر. بالنسبة لما يعانيه التوثيق العدلي، هو بصراحة ما نعانيه هو مع المشرع فقط، وأقولها وأؤكد عليها، المشرع لم يسعف التوثيق العدلي رغم أصالته، رغم عراقته، رغم أنه شامل لجميع المعاملات. هذا التوثيق سبحان الله كان عندنا واحد المؤتمر ديال التوثيق العالمي في مراكش، وحضروا له جميع الأطر وجميع الموثقين على المستوى العالمي، وحينما حضروا تفاجأوا بالتوثيق العدلي والضبط الذي يوجد بالتوثيق العدلي وكيفية توثيق السادة العدول الموثقين والموثقات للعقود بشكل مضبوط مع جميع الحيثيات وطريقة ديال إخراج الوثيقة العدلية موجزة من حيث الشكل، مركبة من حيث المضمون، متقونة من حيث الضبط، أمور كثيرة جدا تجعل من الوثيقة العدلية وثيقة سامية جدا، وثيقة مضبوطة جدا. ولو خيرت أن أوثق عقودي شخصيا، وإن كنت لو لم أكن عدلا موثقا لاخترت أن أوثقها.
على عدل موثق أو موثقة بكل صراحة وبكل وضوح. سؤال موجه للأستاذ سي عبد الحق مؤدب كيتعلق بدور العدل في إجراءات الصلح قبل أن ينتقل الملف إلى القضاء، يعني فمن كيوقع شي نزاع ما بين الزوج والزوجة وكيحاولوا ما أمكن أنه يوضعوا واحد الملف في المحكمة، كان هذه شحال كانوا كيجيو لعند العادل هو كيحاول يقوم بالإجراءات ديال الصلح. دابا حاليا هذا الملف ولا كينتقل مباشرة للمحكمة، يعني شنو كيشوف السي عبد الحق في هذه الإجراءات اللي يمكن يجاوبنا به في هذا الموضوع؟ شكرا لسيدي حميد على السؤال، ولكن قبل ما نجاوب على السؤال غادي نحاول نوضح بأن هناك أمرين في هذا اللقاء. الأمر الأول هو مخاطبة المشرع، وحنا ماشي في مكان مخاطبة المشرع، احنا الآن في الأمر الثاني اللي هو مخاطبة الإنسان البسيط المواطن العادي. كما طرح سيدي حميد السؤال ديالو على إجراءات الصلح، كي كيعرفوا جميع المواطنين شحال هادي قبل ما يتعطى هذه الصلاحية للقضاء، كان المواطن يلجأ إلى مكتب العدل وذلك لإجراء مسطرة الصلح، وكانت جل إن لم أقل واحد نسبة مئوية تاع 90 فما فوق ديال المشاكل الزوجية اللي كانت تطرح على المكاتب السادة العدول، ولله الحمد كانت تكون فيها الصلح. لكن لما تعطات هذه المسألة للقضاء كي كيعرف الجميع أصبح الطلاق يصل إلى واحد الارتفاع اللي هو يطرح علامة استفهام، ليست قصيرا من القضاء ولكن هذا إرهاق للقضاء، وغادي نحاول نهضر بالدارجة حتى يعلم المواطن ومعه المشرع السبب اللي خلى ارتفاع الطلاق من بعد ما زالت مسطرة الصلح عند السادة العدول وصبحت عند السادة القضاة. فمع كامل احترامتي للسادة القضاة، إلى تطرح على السيد القاضي 20 ملف فقط يوميا فإنه يصعب عليه، وأنا أقول بأنه لا يسعفه بأن يعطي الوقت الكافي لإجراء مسطرة الصلح. تكون هناك أسئلة موضوعة مسبقا معروفة عند جميع السادة القضاة، ولا يمكنهم الخوض في المشاكل التي يعاني منها الزوج أو الزوجة. مسألة أخرى، كنا ننتظر كهيئة أنه يكون لنا دور في إجراء هذا الصلح، ويكون لنا دور بأن نقدم المساعدة للهيئة القضائية لكي يكون لنا الصلح، ونكون بمثابة محرر قضائي يعطي التفاصيل التي يلجأ إليها الزوج والزوجة أثناء الخصام. ولكن لما أسندت هذه المسألة دون أن يعطي لها ترتيبات فقد أصبح العدل مجرد موثق فقط. لهذا أنا أطلب من هذا المنبر جريدة الصباح، جريدة الأصوات، العفو، جريدة الأصوات، بأن يكون للعدل دور في هذه المسألة حتى نعين الهيئة القضائية على المهام ديالهم. شكرا سيدي حميد. غير واحد الإضافة هنا باختصار شديد، الله تعالى حينما تحدث عن الصلح قال فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فابعثوا بمعنى أن تتوجه إلى مكان
المشكل وتعالجه، كما تقوم الآن جريدة أصوات مشكورة بالنزول إلى المواطن إلى دواويره إلى لتسمع معاناته مباشرة. أما أن تنقل الأمر إلى المحكمة، أصلا إلى وصلنا للمحكمة ما بقى صلح أصلا، المرأة والراجل إلى وصلوا للمحكمة ما من صلح بقى، فكتبقى إجراءات فقط باش يفكوا المشكل قانونيا وصافي. ومع ذلك حينما يرجعون إلى مكاتبنا وقد حصلوا على الإذن بتوثيق عقد الطلاق، كان عاودوا بدأوا معهم المسطرة من جديد، ومرارا جاب الله تيسير، مرارا جاب الله الصلح بعد نفاد جميع الوسائل الأخرى، مما يدل على أنه في تدخل السادة العدول قبل اللجوء إلى المحكمة واحد الدور كبير جدا في مسطرة الصلح، لأن قد نضطر إلى التوجه إلى المنازل، قد نضطر إلى عقد صلح في أماكن بحضور كبراء العائلة وغير ذلك من الأمور التي لا تتأتى للمحكمة أن تسعفها هذه الأمور. نرجع إلى التوثيق العدلي، وما أدراك ما التوثيق العدلي. ودائما مشكورين طاقم مجلة أصوات على هذا الالتفات في هذا اليوم 8 مارس عيد المرأة بامتياز، وإن كنت أتمنى أن لا يخصص للمرأة يوم واحد كعيد، بل أن نجعل من أيامها كلها عيد، لأن في الحقيقة المرأة تستاهل أكثر من يوم واحد. وما عرفتش دابا باقي الايام واش الراجل ولا مشاركينها ولا على اي حال. فيما يتعلق بالتوثيق العدلي، اريد ان اعطي اشارات واضحه للمواطن من خلال هذا المحطه، من خلال هذه الجريده جريده اصوات، لتبلغ صوتنا، ليصل صوتنا الى جميع المواطنين على اختلاف مستوياتهم. العدل الموثق رجلا كان أم امرأة هو يوثق لجميع المعاملات، وحينما أقول لجميع المعاملات بدون اختصاص، جميع الاختصاصات، جميع الاختصاصات بدءا بالعقار المحفظ وغير المحفظ وفي طور التحفيظ والكراء المفضي إلى تملك، والقوانين كلها التي جاءت وهي مسطرة في لوائح كثيرة كلها تؤسس لهذا الأمر، ناهيك عن باقي الأمور من تأسيس الشركات، عقد شراكات، وعود بالبيع، رفع الرهن من الأبناك وغيرها من العقود. فأيما عقد خصو يتوثق إلا وتجد ضالتك عند العدل الموثق والموثقة. هذه رسالة يجب أن تصل إلى الجميع، ونحن نرفع الرهان وأتحدى أي متعاقد ألا يجد ضالته عند مكاتب السادة العدول رجالا ونساء. واحد السؤال، بما أننا نوجه الكلام للقاعدة أو للمواطن، قد يقع مشكل ما بين عدل وبين المواطن، فما هي المسطرة أو ما هي الجهة التي يمكن لها أن تفصل ما بين المواطن وبين العدل، علما بأن العدل منضوي تحت الهيئة الوطنية للعدول؟ وهذا سؤال في حقه زوين، لأنه يهم المواطن ويهمه أيضا. حينما يقع مشكل بين عدل وعدل أو بين عدل ومواطن، فنلجأ بطبيعة الحال لمجموعة من المساطر، وأولها أن نتقدم إلى رئيس المجلس الجهوي للعدول قصد فض المشكل والبحث عن حلول، لأن المقصود في التالي هو أن يعطى الحق لصاحبه، ماشي المقصود هو أن نعلم شكون اللي فيه الخلل، ولكن المقصود هذا حق يجب أن يأخذه صاحبه. فإن لم يسعف صاحب المظلمة ما وصل إليه القرار ديال المجلس الجهوي، فله أن يلتجئ إلى جهات قضائية أخرى للبث في المشكل. وعموما عشرات الشكايات كانت تصل إلى المجلس الجهوي ولا زالت، والحمد لله هناك لجان مهنية تقوم على دراستها دراسة قانونية مستفيضة، وتعطي الحق لصاحبه مهما كان صاحب الحق. فتنظن الإجابة واضحة. الأستاذة ربما لها ما تضيف
في غير هذا السؤال ربما في أسئلة أخرى حول التوثيق العدلي، ودائما نركز على دور المرأة التي دخلت لهذا الميدان، ميدان التوثيق العدلي. شنو كنت وكتتمناه وشنو اللي مازال كتتمناه من التوثيق العدلي؟ بالنسبة للإنسان دائما يتمنى والسقف ديال الأمنيات ديالو غير محدود. احنا كعدلات موثقات الأماني ديالنا كثيرة كثيرة، وخصوصا قلنا الجهات الرسمية اللي سواء كانت وزارات كانت مجالس جهوية مازالين محتاجين منهم الدعم، سواء الدعم لا الإعلامي لا الدعم بالنسبة للقانون، يكون واحد القانون اللي يساعدنا حنايا كنساء عدلات موثقات نخدموا وحنا مرتاحين شي شويه كما كيقولوا، لاننا حنايا دابا صراحه كنتخبطوا، لان القانون ديال 1603 هو قانون كما قلت في البدايه راه رجالي، ديال الرجال ديال الذكور ديال حنا ما فيش ديك اللمسه اللي كتراعينا حنايا كنساء، حنايا جداد في هذا المجال هذا. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ومن الجهات المسؤوله بانهم يسرعونا في اخراج هذا القانون ان شاء الله باذن الله. وشكرا اساتذه الكرام، الاستاذ الحمامصي، الاستاذ مؤدب، جريده اصوات، الاستاذ فاطمه الزهراء، والاستاذ الشرقاوي، شكرا جزيلا. كنت أتمنى أن أقدم هدية خاصة لجريدة أصوات بهذه المناسبة، ومناسبة هذا الصوت الجميل في هذا اليوم الأغر، لكن الوقت لم يسعفني لنظم قصيدة في الموضوع ورجعت. نعم أي تفضل. اولا لان راني لمست بان سيدي سعد باغي يقول هذا أدو ابيات ديال الشعر ديالو وللتذكير فقط، فهو شاعر والقى مجموعه من الابيات في تكريمات نتاع الساده القضاة الساده النواب الى غير ذلك. بغيت نقول بانه للتوضيح فقط، فان الاستاذ سعد كان رئيسا للمجلس الجهوي لولايتين، مجلس الجهوي سينا في تفاس لولايتين، وعبد ربه كان نائبه الاول، وكان الكاتب العام للهيئه الوطنيه للعدول لولايتين كذلك، وهو سبحان الله له واحد الحس شعري في اي مناسبه يفاجئنا، وكنت انتظر بانه غيفاجئني هذا اليوم بابيات شعريه، ولكن عذرته لان جريده اصوات فاجات الشاعر المعروف وطنيا بدون مبالغه فاجاته، ولذلك لجا الى ابيات شعريه كانت له سنه 2007. تفضل سيدي سعد. لا غير هو هذه القصيدة كتعجبني لأنها تجمع عمل العدل الموثق في نظم جميل يطرب الأذن، ولذلك القصيدة سميتها عدلت فنمت، عدلت فنمت فنعم الكرى ونلت بما قد صنعت الذرى، وما العدل إلا فتى عالم بحق الإله وحق الورى، له في التقى قدم صادق وفي العلم حبل وثيق العرى، وسمت أصيل جميل لدى كريم يداري أسود الشرى، أمين على السر كاتمه حريص على الصدق مهما جرى، رقيب على الدين كاتبه عصي على من جنى وافترى، فإن يرى ظلما تصدى له وإما رأى منكرا أنكرا، وإن يكتب العقد طوبى لمن بنى بالحليلة أو من شرى، ومن باع أو حاز إرثا له، ومن رام ملكا لأجل الكرى، وأما المطلق فسحقا له إذا لم يكن مرغما مجبرا.
وبدل النصيحة دأب الأسى ورفض العطايا بدعوى القرى، وإن دعي العدل يوما إلى قيام بحق العباد برا، فإن عاش عاش نقي الإزار وإن مات نال المنى مقبرا، وعند الصباح يقال له ألا فاحمد الليل اليوم ليل السرى، صلاتي سلامي على أحمد وآل كرام بأم القرى، وطيبة سطاها وقبته ومن حج يوما أو اعتمرا. تحية لجريدة أصوات، تحية صادقة طيبة، ونتمنى أن يكون هذا اللقاء هو لقاء أول للتعارف فقط، ولنا معكم لقاءات أخرى بإذن الله تعالى نتحاور من خلالكم مع المواطن، نجيب على تساؤلاته، نجيب على استفساراته، نعيش آلامه وآماله وهمومه، ويسعفنا الحظ بإذن الله تعالى لنقدم له خبراتنا هدية متواضعة من العدول الموثقين والموثقات. فتحية لجريدة أصوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدوري أشكر جريدة أصوات، والأمنية ديالي هو أن تكرر هذا اللقاء، ونحن راه الإشارة لتفسير وتوضيح للمواطن وللرأي العام جميع تساؤلات نتاعهم. ومرة أخرى كنشكر وعيد مبارك سعيد للأخوات وللضيفات نتاع جريدة أصوات. الكلمة كنخليها الأستاذة ربار. شكرا جزيلا لجريدة أصوات على هذه الالتفاتة الطيبة ديالها في يومنا العالمي اللي هو 8 مارس، كانت بمثابة احتفاء وتكريم لنا. شكرا جزيلا، وشكرا، وحنا بدورنا بالدور ديالنا كان نهني الأستاذات الصحفيات باليوم ديالهم العالمي، جميع المرأة والنساء المغربيات بيوم العالمي. وشكرا جزيلا لجريدة أصوات مرة أخرى. في نهاية هذا اللقاء بدوري أتقدم بأسمى عبارات التهاني لكل نساء وسيدات العالم، وعلى رأسهم سيدتي أمي. ولا يفوتني أنني نتقدم أنني أيضا تقدم بالتهاني للزميلات ديالنا، زميلتي جميعهن، وزميلاتنا بالخصوص العدلات اللواتي لم يلتحقن بعد بالمهنة، الأستاذات المناضلات فوج 71 الذين لم يلتحقوا بعد بالمهنة، ونرجو إن شاء الله تعالى في العام المقبل أن يكون احتفاء شامل. شكرا لكم جميعا. شكرا لجريدة أصوات اللي على هذه الالتفاتة اللي قامت بها، وكنشكر جميع الإخوان والأخوات الحاضرات، ونتمنى التوفيق ولنا لقاءات إن شاء الله في ما بعد إن شاء الله. الرحمن الرحيم. جريدة أصوات. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.